في آية جت في كورنثوس الأولى الإصحاح الأولاني عدد 3 و4، ستمتحن النار عمل كل واحد، فكيف ما هو فمن بقى عمله الذي بناه ثابتا سينال أجرته، من احترق عمله سيخسر، أما هو فسيخلص ولكن كما بنار. بتقول يعني إيه سيخلص كما بنار؟ أنتوا عارفين مشكلة كورنثوس كانت إيه؟ الافتخار. أنا أحسن واحد بيقول ألحان، أنا أحسن واحد بيوعظ، أنا أحسن واحد يتكلم بالنبوات، أنا أحسن واحد يتكلم بالألسنة، أنا أحسن واحد. فبولس الرسول قال لهم اهدوا كده منك له، أنتوا قاعدين تفتخروا على بعض في يوم اسمه يوم الحساب، وكل اللي احنا بنتكلمه عنه ده هيمتحن بنار، لأن في واحد كل اللي بيقوله ده معناه قش، وفي واحد كلامه زي الألماس. اللي هيفصل في الكلامين مش انتوا اللي بتفتخروا على بعض، الديان العادل. طيب يعني ايه سيخلص كما بنار؟ يعني في ناس فيكم عامله من الحبه قبه وبتقول يا ما هنا يا ما هناك، ده يمكن بالعافيه سيخلص كما بنار، يعني يمكن ربنا يحط له درجتين رأفه عشان يعديه. اللي فاكر نفسه حاجه هنا ده يمكن بالعافيه يخش السماء، فمين؟ فده اللي يقصده بولس الرسول، لأن كان بيعالج مشكلة اسمها مشكلة الافتخار.